أدوا مقابلة في المستوى خاصة الشوط الأول. لعبنا كرة جميلة، مع الأسف ما قدرناش نسجلوا في الشوط الأول. الشوط الثاني نظن باللي كان فيه تغييرات، والحمد لله نظن التغييرات جابوا الإضافة للفريق. مقابلة مهمة بالنسبة لنا بعد النكسات، أربع مقابلات في البطولة تقريبا ما فيش أول فوز. الحمد لله نظن إن شاء الله المقابلة هذه تكون انطلاقة جديدة للفريق لأكثر الأقل. ندير الديكليك سيدي جوار، كيفهم الديكليك كذب عليك سيدي جوار، لقيتهم شوية سيفري أباتي مونك دو كونفيونس داخلهم، شاك ما يكسبوا إمكانيات الفالي لي ميتر اون كونفيونس، والحمد لله جو بونس كو ربح عمره ما كان فردي، ربح جماعي، كاع المسؤولين ساهموا.